आइए दोस्तों, अब मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले निकाह का प्रोग्राम हो जाए, इसलिए कि जनाब हजरत मौलाना सदर आलम साहब एक निकाह पढ़ाएंगे। निकाह के बाद जनाब हजरत मौलाना मुजीबुल्ला साहब जो बुलबुले चंपारण हैं, इंशाल्लाह उनको आपके हवाले आपके रूबरू करूंगा। इंशाल्लाह यके बाद दीगर तमाम लोग इंशाल्लाह सुनेंगे और दुआ में शामिल होकर आप लोग जाएंगे। फिर सुबह 7 बजे आप लोग इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। जनाब हजरत मौलाना सदर आलम साहब, الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي ما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام جناب مستقیم انصاری صاحب کی صاحبزادی رابعہ خاتون کا نکاح دو گواہان خاص سبحان انصاری و نبی اللہ انصاری اور تمام حاضرین مجلس کے سامنے دین مہر 5051 روپے نان و نفقہ و سکنا کے علاوہ بحیثیت قاضی میں نے دیا، آپ نے قبول کیا؟ جی مجھے قبول ہے، یہ میں نے قبول کیا۔ جی میں نے قبول کیا۔ قبیل تو زوج تو دعا فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد بارك وسلم وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وازواجه وذريته يا حي يا قيوم برحمتك استغيث۔ اے اللہ ہم خطا کار ہیں، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ابھی ابھی ایک نکاح ہوا ہے، اس نکاح کو قبول فرما۔ اے اللہ زوجین میں محبت عطا فرما۔ اے اللہ آنے والی اولاد نیک اور صالح عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندگی رہے ایمان پر برقرار فرما، اور جب موت آئے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
आप लोग बैठे रहे हैं।